في ايه كانت بتحصل وتوريك الكاس كله طبعا اكيد حضراتكم يعني جزء كبير من تاريخ الكره المصريه واكيد كل التوفيق ليكم. كان سؤالي فيما يخص اكيد كابتن محمد ناصر محمد صلاح ومعاده من القايمه اللي تم الاعلان عنها النهارده. كنت عايز اعرف من كابتن ابراهيم حسن، يمكن حضرتك قلت انك اتكلمت مع كل اللاعبين المحترفين، كنت عايز اعرف يعني استبعاد محمد صلاح وتكلمنا عن طبعا الاستبعاد ليه واللي حصل، وهل محمد ما زال حتى الان بيعاني من الاصابه؟ لا هو مش استبعاد، يعني استبعاد زي ما قلت في استبعاد، في فرق في الاستبعاد دلوقتي. مثلا في لعيب معين كان موجود في المنتخب وانت باختيارك الفني مش موجود، هو قصه الاستبعاد بناء على طلب محمد صلاح، بناء على طلبه والجواب اللي بعت رسمي للاتحاد ان هو شايف من طلبه ان هو الفتره دي مش موجود عشان من ناحيه الاصابه بتاعته عايز يتدرج مع فرقته، فبناء على طلبه وجواب جه للاتحاد وحصل تواصل بالرسائل من اتحاد الكوره، وفعلا شايفين كجهاز ان خلاص هو شايف ان الفتره دي حاسس ان هو بدنيا وافضل ليه ان هو يتدرب بشكل بناء على تفكيره او تفكير النادي ليفربول، بحيث ان هو مش ممكن تجيب حد غصب عنه، يعني هو راجل طلب، هو اللي طلب رسمي والجواب طلب اجراءي رسمي للاتحاد ان الفتره دي مش موجود، ويتدرب بعد كده في حته اشتراكه مع نادي ليفربول. فده الرد او ده الحاجه اللي احنا وصلنا ليها، انما احنا بالنسبه لنا اتمنى طبعا ان كان موجود معانا محمد صلاح، قيمه كبيره جدا كابتن المنتخب نفسيا في الفتره دي، خصوصا مع وجودنا انا والكابتن حسام الجهاز الجديد، لما نخش كلنا بقوه بتدي طبعا قوه للمنتخب وبتدي رد فعل نفسي للجماهير المصريه، فكنا نتمنى يبقى هو موجود، وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نبقى موجودين عائق لمصلحته، وزي ما بقول وباكد بناء على طلبه، بناء على طلب هو بصفه خاصه يعني سيبك من ليفربول، بناء على طلب هو الفتره دي مش عايز يبقى موجود فيها عشان ينزل بشكل تدريجي مع ليفربول. فبناء كده كجهاز ومع بالتنسيق مع الاتحاد المجلس اتحاد الكوره، بناء على كده الوضع بقى هو ده الوضع الحالي عشان تبقوا الامور واضحه. فاتمنى ان هي ده الصوره بالنسبه لمحمد صلاح، مفيش قبل ولا بعد، مفيش حاجه جديده، هي النقطه دي اللي انا بتكلم فيها، بناء على طلب محمد صلاح الفتره دي مبقاش موجود عشان ينزل يتدرب فنيا في المباراه الجايه مع نادي، ونتمنى ان شاء الله ان هو بعد كده في الفتره اللي جايه الماتشات الرسميه باذن الله بتاع في بوركينا غينيا يبقى موجود بشكل قوي، لان محمد صلاح اكيد قوه كبيره جدا ومع زمايله مع منتخب مصر ان شاء الله.